بسبب هاي فالفيديوهات اللي تنزلوا بيها شوية شحن وتصعيد حتى على الأقل نبينها للمواطن أنا وحضرتك أستغل وجودك. خلينا نشوف الفيديو من النجف ونرجع. السلام عليكم. احنا تقريبا هسه ب 11 اقل من 11 10 ونص. هذا الموضوع صار له اشهر لان لا تحسيب ولا رقيب ولا قصه تعرق واحد من المسؤولين في محافظه النجف. انا بالحولي مركز محافظه النجف منا علي بن ابي طالب دخلت يا علي بن ابي طالب ما تخلصت من الحراميه ولدي الحراميه يا علي بن ابي طالب. شوف شوف الدخانه. هذا الحولي مال النجف منا المجمعات السكنيه كل بيت ب 300 و 400 مليون الموظفين والناس الراقيه عود المحترمه انت على اهلها. شوف الدخان. تدرون منين جيت وصور ثقب الله العلي العظيم ما صار للعباسيه. انا بالعباسيه اريد اروح لين لناحيه الحريه العباسيه الكوفه طريق ابو حداري. هذا الصوب كله من البحر الحرق امس لعبتهم والله معمل معمل جص ولكم تضحكون على الوادين معمل جص ولكم صاركم خمس ست اشهر محترق الدنيا ولكم ما تستعون. شوف شوفوا يا اهل الندب ولكم عمي ليش ما تحجون ولكم ليش خايفين ولكم هاي براسها طريق فره فره. شوف 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 الدخان شوف الدخان شوف 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 خربه 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 خربه. هذيك منك الدخان الطمر الصحي يا صحي الطمر مال الامراض السرطانيه. وشوف يكثر عن مجال حيشوفه يصل للعباسيه للحيدريه واصل الخان النص ولكم الوادم ما تموتت يا يوسف قناوي. هل احكي لك اياها ما دام اني واهلي واهل النجف 3 ملايين راح نموت بامراض السرطان يوم القيامة. لا تقول شفيع علي بن ابي طالب ولا تسوي هاي مال المحبس واللحية والقصة وثلاث دقات. الواد انفطفست وانت ملتي تاخذون انت واقتصادية التيار الحكمة 12% مقاولات خلت المقاولات بيدك المباشرة اقتصادية الحكمة وحق هذا علي بن ابي طالب قاعد ياخذون 12%. شوية يمكن طولنا بس تاخذ الفيديو كله حتى لأنه الناس تعرف تسمع أنه أكو أحزاب مسيطرة متنفذة هي السبب يمكن في مسألة وجود هذا الغيمة. يعني هاي غيمة الكبريت أو الدخان أو الانبعاثات دفعت بالمواطن إلى أن ينقل معاناة أو مناشدة بهذه الصورة ويعني يتهم أحزاب وشخصيات بالسيطرة على المحافظة وربما تكون هذا وضعها.